أهلا بكم في اجتماعنا اللي فيه حاضر الرب في وسطينا. خلونا مع بعض نقف للحظة واحدة ونحني رؤوسنا في حضرة الرب. خلونا نبدأ اجتماعنا بالصلاة. اسكب قلبك في حضرة الرب، قوله شكرا ان انا موجود في حضرتك. امتياز لينا ان احنا نكون موجودين في حضرة الرب. اتكلم معاه، دي فرصة عظيمة انك تطلب منه بركة النهاردة. قل له كلم قلبي، المس قلبي، سمعني صوتك، افتح ذهني، خلي عيني مرفوعة عليك انت لوحدك يا رب. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب يسوع من اعماق قلوبنا بنشكرك وبنحمدك وبنعظم اسمك لانك انت زينة اجتماعنا. شكرا يا رب لانك انت حاضر في وسطينا. شكرا انك سمحت لاناس نظيرنا ان احنا ندخل الى محضرك يا سيد، وان احنا نقعد امام ملك الملوك ورب الارباب، وان احنا نتحدث الى شخصك وانت تسمع لينا. ما اعظمك اله وما امجد اسمك. افتح قلوبنا يا رب النهارده علشان نسمعك، افتح اذهاننا يا رب علشان نشوفك بالعيان. من فضلك يا رب ركز عينينا عليك انت وحدك. ساعدنا نسبحك من قلوبنا، ودينا يا رب تسبيحات ذبيحه نقدمها لك يا رب مقدسه مرضيه امامك يا سيدنا الرب. بارك كل فقرات اجتماعنا، وبارك عبيدك يا رب من تقودهم في التسبيح وفي الكلمة، وعبيدك يا رب الحاضرين أمامك واللي بيشاهدونا على شاشات الكرمة. أنت تستطيع يا رب أنك أنت تبارك الكل، وأعين الكل إياك تترجى. في اسم الرب يسوع بسألك يا رب واثق أنك سمعت واستجبت. آمين. تفضلوا استريحوا. خلونا مع بعض في بداية اجتماعنا هنقرأ أعداد قليلة قوي من المزامير، مزمور 113. مزمور 113 هو 9 أعداد. خلونا مع بعض نشترك في قرايته مع بعض. هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عالم فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف، مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت، أم أولاد فرحانة. هاليلويا. اسم الرب مسبح. رب الموجود في وسطينا يستحق أن يأخذ التسبيح والسجود والتعبد. المقيم المسكين من التراب. لو انت جاي وشاعر بكسرة وشاعر انك انت تايه وشاعر ان انت متروك، رب موجود النهاردة يقيمك ويرفعك ويجلسك مع اشراف شعبه. امتياز لينا ان احنا جالسين النهاردة في محضر ملك الملوك ورب الارباب. خلونا نقدم له التسبيح مع اخونا المرنم مازن البطرسة والأخوات المرنمات. مجدا للرب يسوع. مساء يسوع. كم واحد فرحان هيك في فرصة جديدة فيها نيجي في محضر الرب. هو ده ما أجمل وما أحسن، أن يسكن الإخوة معا. كم واحد فرحان إنه جاي مع الإخوة، يعني مش جاي لوحدك. تقول له أنا بشكرك يا رب لأنك أعطيتني هدية العيلة، عيلة يسوع. كم واحد بقول له أشكرك من أجل هدية العيلة، إنه إحنا عائلة المسيح. شرف وامتياز إلي أكون موجود في هذا المكان اللي بعتبره بيتي. أنا بمجد يسوع من أجل جمعية خلاص النفوس بشبرا. كم واحد فرحان إنه مشمول من هاي الجمعية، جزء من هاي الجمعية. هاليلويا، مبارك اسم الرب يسوع. تعالوا هيك ندخل لمحضر الرب بعبادة وتسبيح. العبادة والتسبيح هي قلب، مش ترنيمات منقولها لكن تعبير قلب. مزمور 51 بيقول بذبيحة لا تسر وإلا فكنت أقدمها، لكن ذبائح الله هي روح منكسرة. أنا في كل مرة باجي على محضر الرب أذكر نفسي بهذا الشيء. أنا مش جاي أقدم طقس أو عادة أو مجموعة ترانيم ونمشي، أنا جاي أقدم قلبي قدام الرب لأنه هو بيستحق. فبدأ أشجعك من بداية الاجتماع ترفع
تركز عينيك على يسوع، تقول له أنا جاي أكسر وأسكب قلبي قدامك، وكل الذين نظروه استناروا ووجوههم لم تخجل. كل اللي طلبوا يسوع، مش طلبوا من يسوع لكن طلبوا يسوع، نالوا منه الشفاء. كم واحد بده شفاء في هذا المساء؟ شفاء روحي، شفاء نفسي، شفاء عاطفي، شفاء جسدي، شفاء عائلي. يسوع في المكان، مازال يجول يصنع خير. جاي أنا قدامك بثقة البنين. جاي أنا قدامك ثقة البنين، بدخل لحجالك بإيمان ويقين، بدخل لحجالك بإيمان ويقين، بشفيع يسوع دم الثمين. جاي أنا قدامك ثقة البنين، بسجد لجلالك أبويا الأمين، بدخل لحجالك بإيمان ويقين، بشفيع يسوع دم الثمين. دمك يغسلني ندمان بتوب، أمين وعادل تغفر الذنوب، روحك يملاني يستر عيوب. دمك يغسلني ندمان بتوب، أمين وعادل تغفر الذنوب، روحك يملاني يستر عيوب. أنا بيسوع واثق، بيسوع محبوب. بس ده أنتظر لحديث ما أخونا لاقي الترنيمة. تقول أنا جاي قدامك بثقة البنين. عبرانيين 4 بيقول فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. الثقة مش فينا، الثقة في شخصه المبارك، إنه هو على حساب دمه بدخلنا إلى عرش النعمة. كم واحد عنده ثقة في يسوع في هذا المساء؟ يلا نقول له جاي أنا قدامك بثقة البنين، بسجد لجلالك أبويا الأمين، بدخل لحجالك بإيمان ويقين، بشفيع يسوع ودمه الثمين. أدنو إليك أرتاح، قول معي تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح. قول يا شعب الرب، أدنو إليك أرتاح تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين وليس جراح. حبيبي سباني بحبه، سباني شفاني ورواني بحمره، رواني جذبني حبه إليه، أتي وعين عليه، جلست بين يديه والوقت نساني. جمال يسوع، جمال يسوع فتان، وقلبه كل حنان، شعب الرب. جمال يسوع فتان وقلبه كل حنان، محضرك ملأ بالجود والأحسان. قولها
كمان مرة جمال يسوع. جمال يسوع فتان. قول لنفسك حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حبه جذبني حبه إليه أتي وعين عليه جلست بين يديه والوقت نساني شوقي يا ربي إليك شوقي يا ربي إليك أيوة قوله قوله إليك وليس سواك أكون ملكا لي فمت غيرك صليها معي كمان مرة شوقي يا ربي إليك يا يسوع إليك وليس سواك أكون ملكا لي فمبتدا تقول له كمان مرة شوقي إليك في هذا المساء شوقي يا ربي إليك قول له قول له حبيبي سباني بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حبه إليه جذبني حبه إليه أتي وعين عليك يا يسوع جلست بين يديك والوقت نسى حبيبي سباني قول حبيبي سباني حبيبي يسوع بحبه سباني شفاني ورواني بغمره رواني جذبني حبه إليه أتي وعين عليه جلست بين يديه والوقت نساني اغمض عينيك معي دقيقة أقول له يا رب أنا جاي أركز نظري عليك وألمسك في هذا المساء أنا جاي ألمس حضورك في هذا المساء يا رب أشكرك لأنك أنت اللي مشرف جلستنا يا رب إحنا بنستأثر كل فكر الآن لطاعة المسيح باسم الرب يسوع نعلن سلطان حضور روحك القدوس في هذا المكان يا رب باسم الرب يسوع يا رب إحنا بنحوط أنفسنا الآن بسور نار الروح القدس في هذا المكان إن كان على هذا المكان على يا رب أفكارنا على قلوبنا على يا رب التحركات في هذا المكان اجعل كل شيء يا رب كلنا مع بعضنا البعض ننسبي في حضورك في هذا المكان جايين نقعد معاك جايين نختلي فيك جايين نبارك اسمك باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمك القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته مبارك اسمك واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيتك إلى مدى الأيام تعال يا رب أعطينا فعلا هذا الفكر يا رب أن نكون نشتاق أن نجلس في حضرتك طلبي الوحيد إنك تزيد وأكون في حضورك كل الحياة برتاح معاك شوقي فلقاك
مشتاها قلبي فيك الغنى. قل له طلبي الوحيد، طلبي الوحيد انك تزيد واكون في حضورك كل الحياة، برتاح معاك شوقي في لقاك، مشتاها قلبي فيك الغنى. القعدة معاك بتغير فيا بكل اتجاهات وميول أرضية، القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، شكل في حياتي نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا. كل القشور تتبدل نور في رضاك سرور، وانا طلبي رضاك بتعلق بيك الغالي ليك، عند رجليك مغمور هناك. قوله كل القشور تتبدل نور برضاك سرور، وانا طلبي رضاك قول بتعلق بيه. يلا قولوا اعنيها، القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، القعدة معاك بتغير فيا وميول أرضية، شكل في حياتي نور في صلاتي، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا، خبيني في شخصك وانت ظهر فيا. قل له يا رب خبيني في شخصك في هذا المساء، خبيني في شخصك يا سيد الرب، ازيل كل القشور عن عيني واعطيني ان اراك في عيون قلبي في هذا المساء. لسنا نريد ان نرى الا يسوع وحده متجليا في وسطنا، لسنا نريد أن نرى إلا يسوع وحده متجليا في وسطنا. أشكرك لأنك أنت هنا، أنت هنا يا سيد الرب، أنت هنا. أشكرك لأن حضورك يملأ المكان، أشكرك لأنك أنت تغمرنا في حضورك. أنا طالب حضورك ولذت رضاك، تملاني بنورك والقرب معاك. تعال نوقف سوا ونقول هاي الترنيمة، أنا طالب حضور يسوع في هذا المساء. أيوة أيوة، ارفع ايديك لفوق وقول له أنا طالب حضورك. مرة كنت باجتماع وسألوني ليش احنا بنرفع ايدينا، ليه بنرفع ايدينا؟ قلت له أنا برفع ايدي عشان أعبر للرب إنه ما عندي أي شيء، أنا جاي زي ما أنا، بس أنا واثق في شخصك إنك أنت كل شيء إلي. هاليلويا. كم واحد برفع إيديه وبقول له أنا ما عنديش أي شيء، تعبير إنه ما عندي أي شيء يا سيد الرب، أنا جاي زي ما أنا، أعطيك كل اللي عندي، قلبي الصغير في هذا المساء. يلا نقول أنا طالب حضورك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معك. قول يا شعب الرب. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير قلبي هيستناك، طلبه تكون معاك، حبك لا سواك هو اللي هيعيش فيه. انا طالب اتغير لشخصك اتغير،
طلب يكون معاك حبك لا سواك هو اللي هي. أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب. أنا طالب حضورك مجدي تاني وبعشرتك أبان حبك لي معاني قلبي بيتهجان جلسة بين إيديك وسجودي لديك ونظرة من عينيك كل اللي أتمناه قربك مجدي تاني وبعشرتك أبان حبك لي معاني قلبي بيتهجان بإيديك يسوع سجودي لديك ونظرة من عينيك كل اللي قربك مجد قربك مجدي تاني وبعشرتك أغاني لحبك لي معاني قلبي بيتهجى نظرة بإيديك وسجودي لديك ونظرة من عينيك كل اللي أنا طالب أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب. يلا يا شعب الرب يا أبرع جمال لك مجد وجلال حبك فاق الخيال عنوان الصليب ما لم تر عين أو تسمع بي أذان أو يخطر بي بال حب يسوع العجيب يا أبرع جمال لك مجد وجلال حبك فاق الخيال عنوان الصليب ما لم تر عين أو تسمع بي أذان أو يخطر ببال يا أبرع جمال يا أبرع شاور عليه قول له هللويا ما لم تر عين أو تسمع بي أذان أو يخطر ببال حبك يا أنا طالب أنا طالب حضورك ولذة رضاك أنا طالب أنا طالب حضورك ولذة رضاك تملاني بنورك بالقرب يا بيت خمري وراح يا محول الملاحة في قلبي بإيديك لا للركبتين لا للحاقوين بل بقرب شخصك عبرنا إليك يا نهري سباح يا بيت خمري وراح يا محول الملاحة يسوع يا أبرع جمال يا أبرع جمال لك مجد وجلال حبك فاق الخيال عنوان الصليب لا لم تر عين أو تسمع بي أذان أو يخطر ببال حبك يا أنا طالب أنا طالب I'm
فديتني بهمومي وعسيتني وبلمسة واحدة شفيتني وبنظرة صرت معاك سهلة. ايش قصدي اقول؟ يا كله يا بلاش. يعني روعة يسوع انه عايزنا ناخده كله. فينياله، نياله دي كلمة اردنية، ها؟ نياله يعني ايه نياله؟ يا هنيئا له. انا بتطلع على الاخت استر لانها المترجمة تبعي من الاردني للمصري. هي والاخ ناجح، فنشكر يسوع. يعني يا هنيئا له اللي بياخد يسوع نصيبه الصالح. يعني ياله اللي بياخد يسوع نصيبه الصالح، لأنه كل شيء من غير يسوع زي ما قال المزمور اللي قرأناه زبالة، سوري باستخدام هذا التعبير، لكن مع يسوع اللي بيرفع من الزبالة وبيجلس مع أشراف شعبه. كم واحد بيقول هاليلويا؟ كم واحد بيشكر يسوع لأنه نشله من مزابل العالم؟ يلا ارفع ايديك كمان مرة وابدأ أشكر يسوع. قلوا أنا بشكرك يا رب، أنا بشكرك لأنك نشلتني من مزابل العالم وأجلستني مع أشراف شعبك. أشكرك لأنك شملتني بنعمتك الغنية. أشكرك لأنك جعلتني ابن إليك. أشكرك لأنك شرفتني أجلس مع أحبائك اللي بتحبهم من كل قلبك، وجايين مع بعضنا نقدم لك ذبيحة تسبيح طليق باسمك. مبارك اسمك يا سيد الرب، مبارك اسمك يا يسوع. يا محلى أغاني المديح، تمجيد الحمال الذبيح، يا محلى أغاني المديح، تمجيد الحمال الذبيح، كل المجد والتسبيح لربي يسوع المسيح. هللويا
هللويا هللويا هللويا. بتقدر تقول هللويا معاي؟ يلا قول هللويا. قول هللويا هللويا هللويا. حدا بيعرف شو يعني كلمة هللويا؟ مش سامع. يعني هللويا معناها سبح الرب. كم واحد بيحب يسبح الرب في هذا المساء؟ تعرف أحلى تسبيحة تقولها هي كلمة يسوع، تقول يسوع وتقول هللويا ليسوع. كم واحد بيقول له هللويا؟ أنا طلبت من الأحبة المسؤولين تصريح نقول هللويا، فمسموح بالجمعية نقول هللويا. قول معاي، قول هللويا هللويا. يا محلى أغاني المديح، يا محلى تمجيد الحمال الذبيح، كل المجد والتسبيح لرب يسوع المسيح. هللويا 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 هللويا. زيد المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم. علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب. كمان مرة، زيدوا يسوع، زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم. قولوا غم الموت ملهوش سلطان، ومفيش إلا بدم الغفران. ومفيش إلا بدم الغفران. ونور الإنجيل بيزيد، زيدوا المسيح تسبيح، علوا بنغمكم، نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم. قولوا غلب العتمة وسلطانها، نور أيامنا ولوّنها. قولوا غلب العتمة وسلطانها، نور أيامنا ولوّنها. ونور النهار بيزيد، بيزيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب. زيدوا يسوع، زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم. قولوا غالب غالب أعداؤه، قلبي مش هدول بلاؤه. قولوا غالب غالب أعداؤه، قلبي مش هدول بدماؤه. وميراثنا معاه بيزيد، زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله بنغمكم، نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم. زيدوا المسيح تسبيح، علوا الإله عيشوا فرح السماء. أفرح أفرح يلبس إبليس لبس النواح،
غمكم نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم زيدوا المسيح تسبيح علوا الإله بنغمكم نادوا الأبطال أبطال يمشوا بصليب قدامكم أمين. تفضلوا واستريحوا. اغمض عينيك معاي دقيقة وقول له يا رب أنا بشكرك لأنك أنت لوحدك المستحق كل تسبيح وكل عبادة وكل سجود. ليس مثلك يا يسوع، ليس مثلك يا رب. احنا جايين في هذا المساء واحنا بأمس الاحتياج أن نتلامس مع حضورك في هذا المكان. شكرا يا رب لأنك تاخدنا من أنفسنا وعن أنفسنا وتدخلنا يا رب إلى عمق جديد في جلالك. شكرا لأنك أنت وحدك المستحق أن تأخذ المجد والعظمة، أنت وحدك المستحق أن تأخذ كل السجود والإكرام. مبارك اسمك إلى الدهر والأبد. قل له هيك بطريقتك الخاصة، عبر له عن ما في قلبك من شكر وحمد في هذا المساء. قل له أنا بشكرك من أجل فضل نعمتك اللي أبقاني لهذا الوقت، أشكرك لأنك أنت منحتني عطية العطايا شخصك المبارك، أشكرك لأنك أنت أعطيتني الحياة اللي صارت فيك يا سيد الرب كل شيء وبغيرك ما في شيء، أشكرك لأنك أنت من أنا به أحيا وأتحرك وأوجد، أشكرك لأنه بركاتك لا نستطيع أن نعدها، لا تعد ولا تحصى، غمرتنا مراحمك يا سيد الرب، كثيرة هي أمانتك، أشكرك من أجل أمانتك، أشكرك من أجل أنك أنت نصيبنا الصالح، أشكرك لأنه نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي من أجل ذلك أرجوه. أشكرك أشكرك أشكرك. أما مريم فنالت النصيب الصالح الذي لا ينزع. شكرا لأنك أنت النصيب الصالح يا سيد الرب. فعلا يا رب أنا صغير عن ألطافك، صغير أنا عن كل ألطافك وعن جميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك. أشكرك وأبارك اسمك، أشكرك وأبارك اسمك. صغيرا عن ألطافك وعن كل أمانتك، غطتني يا رب أفضالك وأخجلتني رعايتك. صغيرا عن ألطافك وعن كل أمانتك، غطتني يا رب أفضالك وأخجلتني رعايتك. وما عنديش أقدم لك ولا حتى كلام أوصف لك، وما عنديش أقدم لك ولا حتى كلام أوصف لك. أنا عندي قلب صغير، قلبي بقدم لي، وما عنديش أقدم لك ولا حتى كلام أوصف لك، وما عنديش أقدم لك ولا حتى كلام أوصف لك. أنا عندي قلب صغير، قلبي بقدم لي. أمي وأبويا تركوني وانت وديك ضماني، وبحكمتك ومهارتك في كل اليوم ترعاني. أمي وأبويا تركوني ويسوع وديه ضماني، وبحكمتك ومهارتك في كل اليوم ترعاني. وما عنديش أقدم لك ولا جاي أنا أطلب منك، وما عنديش أقدم لك ولا جاي أنا أطلب منك. أنا جاي وبقلبي أقول لك، وما عنديش أقدم لك، قول ولا جاي أنا أطلب منك، قول ايوه. انا جاي وبقلبي اقول لك، دقتك يا يسوع ونظرتك ويا محلى العشره معاك، اقبل من قلبي شكرا ده قراري ومش كلمات. دقتك يا يسوع ونظرتك ويا محلى العشره معاك، اقبل من قلبي شكرا
ده قراري ومش كلمات. مليون بشكر هعيش لك خدام انا ليك وملكك. مليون بشكر هعيش لك خدام انا ليك وملكك. اشهد واعلن عن مجدك. ايوه مليون بشكر هعيش لك خدام انا ليك وملكك. قول ايوه أعلن عن مجدك وشاكر عالدوام. وما عندي شاكدم لك ولا جاي أنا أطلب منك. وما عندي شاكدم لك ولا جاي أنا أطلب منك. أنا جاي وبقلبي أقول لك. وما عندي شاكدم لك ولا حتى كلام أوصف لك. وما عندي شاكدم لك ولا حتى كلام أوصف لك. أنا عندي قلب صغير قلبي بقدم لي. قلبي بقدم لي. كم واحد بيشهد إنه الرب أمين وصالح ما فيش زيه؟ أنا حاب نقول هاي الترنيمة كمان مرة وهيك أنت تعبر عن ما في قلبك للرب. جزء من هاي الترنيمة البيت الثاني بيقول وما عندي شيء أقدم لك ولا جاي أطلب منك. اسمع، كل الذين بيطلبوا يسوع تطلبونني فتجدونني. مش تطلبون مني أول، لا، تطلبونني فتجدونني. وأنا عايز أقول لك بكل ثقة إذا بتطلب الرب رح تأخذ كل شيء عند الرب. بس ما تجي للرب بدافع قلب إنه أنا عايز منك حاجات، لا، أنا عايزك أنت. خلينا أقول لك شيء أنا بعيشه في حياتي كل يوم. اكتشفت إنه كل شيء بملكه بلحظة ما بملكه بيفقد قيمته. يعني كل شيء انت بتتخيله بالحياة، اذا انت بتحلم يكون عندك شهادة، لحظة ما يصير عندك الشهادة بتفقد قيمتها. اذا حلمك يصير عندك بيت، لحظة ما بتملك البيت اعطيها اسبوع اسبوعين حتفقد قيمته. اذا حلمك يصير عندك عربية نفس الامر. اذا حلمك يصير عندك فلوس نفس الامر. كل شيء تملكه في لحظة ما بتملكه بيفقد قيمته. الا شخص الرب يسوع لما بيملكك بيصير عندي وعندك قيمة. كم واحد بقول له أشكرك لأنك أنت ملكي. أيوة أعطيه زقفة، هو بيستحق، هو بيستحق، هو رب الملوك، رب الأرباب وملك الملوك. مش بس رب الأرباب وملك الملوك، هو ربي رب الأرباب وهو ملكي ملك الملوك. كم واحد بقول أنت ملكي وأنت ربي يا سيد الرب. هو إله نفتخر فيه في هذا المساء. عشان هيك أنا حاب أشجعك، اسمع، إذا أنا جاي برسالة وأنا بشكر الرب إنه الرب سمح لي أكون بعد تقريبا 8 شهور معاكم، رسالتي إلك حول نظرك على الرب مش على الأشياء مش على الظروف. وبدل ما تتطلع على الرب وتقول له يا رب أنا عندي ظروف كبيرة، بدي أشجعك تتطلع على الظروف وتقول يا ظروف أنا عندي رب كبير، أنا عندي إله عظيم، إلهي اسمه يسوع. كم واحد يقول هاليلويا؟ يلا قول، قول لنفسك، قول يا ظروفي أنا إلهي أكبر منك. يا ظروفي، يا احتياجاتي إلهي أعظم منك. يا أمراضي إلهي أقوى منك. إلهي بشفيني، إلهي بعطيني، إلهي ما أعظم اسم يسوع. أنا مش قادر أعبر معاكم بس بعرف إنه يسوع حي، وإحنا صغيرين عن كل الألطاف. حقيقة وجودك في هذا المكان تثبت أمانة يسوع. بتصدق حقيقة إنك موجود في هذا المكان تثبت أمانته اللي كانت في الماضي اللي ما زالت واللي ستبقى، لأنه هو إله الأمانة لا جور. يلا قولها، قولها، هو إله الأمانة لا جور فيه البتة. حاشا حاشا. يلا قول له صغير أنا عن ألطافك يا سيد الرب. قول معي صغير أنا عن ألطافك وعن كل أمانتك. غطتني يا رب أفضالك وأخي جلال. قول يا شعب الرب غطتني يا رب أفضالك وأخي. يلا سوا، وما عندي، وما عندي شاتم لك ولا حتى كلام أوصف لك. قول وما عندي شاتم لك ولا حتى كلام أوصف لك. أنا عندي قلب صغير قلبي بقدم. ما عندي شيء وما عندي شاتم لك. هاليلويا. أنا عندي قلب صغير
قلبي بقدم لأمي. أمي وأبويا تركوني وانت ودك ضماني، وبحكمتك ومهارتك في كل اليوم ترعاني. أمي وأبويا تركوني وانت ودك ضماني، وبحكمتك ومهارتك في كل اليوم ترعاني. وما عنديش أقدم لك ولا جاي أنا أطلب منك، قول وما عنديش أقدم لك. أنا جاي وبقلبي أقول لك شكرا يا يسوع البار، دقتك يا يسوع ونضرتك ويا محلى العشرة معاك. ده قراري ومش تقول عن نفسك، دقتك يا يسوع ونضرتك ويا محلى العشرة معاه. اقبل من قلبي شكرا، ده قراري ومش كلمات. مليون بشكر هعيش لك خدام انا ليك وملكك، مليون بشكر هعيش لك خدام انا ليك وملكك. اشهد واعلن عن مجدك وشاكر على الدم. يا إلهي أنا قلبي بيسجد ليك، يا إلهي أنا قلبي بيخضع ليك. يا حمل مذبوح عني تقول معي، يا إلهي بدالي وشايل كل احمالي في السماء تشفع بيا. عمري تعالوا نوقف سوا ونختم بهاي الترنيمه مع بعضنا البعض. Thank you.
الرب يسوع. تفضلوا استريحوا. مجدا للرب. تفضل أخونا المحبوب حبيبي. مجدا ليك يسوع. مجدا وعزا لإلهنا ملك الملوك ورب الأرباب. رب حاضر في وسطينا. كم واحد حاسس بحضور الرب؟ مجدا للرب. خلونا نقف مع بعض نهيئ قلوبنا في محضر الرب لمدة دقيقة واحدة. نسكب قلوبنا ونطلب من الرب بصفة شخصية. كل واحد يطلب لنفسه بركة خاصة. قول له يا رب افتح قلبي، اديني رسالة خاصة لي أنا. قول له بارك أخونا المتكلم واديله كلمة يا رب عند افتتاح الفم، واديله كلمة تلمس قلبي. يا رب من أعماق قلوبنا نشكرك، نحمدك، نعظم اسمك لأنك إله صالح. شكرا يا رب لأنك بتقبل تسبيحاتنا. شكرا لأنك بترفعنا من المزابل وبتجلسنا مع أشراف، مع أشراف شعبك. نعظمك، نمجدك، نرفعك، نعليك لأنك أنت زينة اجتماعنا. شكرا من أجل عبدك يا رب من قادنا في الترنيم. باركه وآزره بقوة من الأعالي في كل مكان يذهب إليه. أيضا يا رب بحط بين إيديك أخونا المتكلم، اعطي له كلمة يا رب عند افتتاح الفم من فضلك، كلمة مؤيدة بالروح القدس لكل شخص، لكل احتياج يا رب. انت تجاوب على تساؤلات النهاردة وتدي يا رب بركة ونعمة لكل حد حاضر في وسطينا يا سيدنا الرب. في اسمك بسأل يا رب واثق انك سمعت واستجبت. امين امين. تفضلوا استريحوا. شكرا الرب من اجل وجود اخونا خادم الرب الاخ جون عادل في وسطينا. الرب يباركه ويستخدمه. صلي في قلبك ان الرب يدي لك كلمة. أعتقد في منتهى الفرح والسرور أولا بحضور الرب وسطينا. كم حد شعر بحضور الرب كده؟ طب ممكن ندي تحية للرب يسوع المسيح الحلو اللي حاضر وسطينا. أنا سعيد وأشعر كمان بالفرحة في قلوبنا كلنا بوجود خادم الرب المرنم الجميل أخ مازن بطرسة. ويعني أنا بشكر رب لأجل الشعب الأردني اللي دايما بيبعت لنا هدايا، هدايا في منتهى الروعة بجد. يعني أنا شخصيا قاعد مستمتع بالتسبيح والترنيم ومسحة الرب. يعني حاجة كده شخص معاه رسالة. أكيد كل حد فينا سمع الترنيمات دي وصل لي رسالة من قلب الرب. حد يقول أمين يا حبايب؟ عايزين نصلي لأجله الرب يستخدمه وسطينا وفي كل مكان هيروح لي الرب يستخدمه. مرحب بيك في بلدك التاني مصر يا أخي مازن. تيجوا نقف كده نستمتع بحضور ربنا. على قلب رسالة يا رب باسم الرب يسوع المسيح. رب كده يبعت رسالته لكل نفس موجودة. سفر صموئيل الأول أصحاح 30. سفر صموئيل الأول أصحاح 30. احنا كنا بنرنم يا رب خجلانين من أمانتك، شكرا على صلاحك، شكرا على جودك. صغير أنا عن جميع ألطافك وعن جميع الأمانة التي صنعتها مع عبدك. تعالوا نقرأ مع بعض. هنقرأ آيات متفرقة من الأصحاح. الأصحاح كبير وكان نفسي نقرأ كله بس تعالوا. يقول كده: ولما جاء داود ورجاله إلى الصقلغ. إيه اللي حصل؟ في اليوم الثالث كان العمالقة قد غزوا الجنوب وصقلغ. وعملوا إيه يا حبايب؟ وضربوا صقلغ وأحرقوها بالإيه؟ بالنار. داود ساب أرض إسرائيل وراح فين؟ وخد صقلغ من ملك شرير اسمه لخيش. يقول الكتاب: وسبوا النساء اللواتي فيها لم يقتلوا أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوهم ومضوا في طريقهم. بسرعة كده عايز أوصل. بعد ما تضايق عدد 6 يقول: فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه، لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته. لكن تعالوا نشوف موقف داود عمل إيه. وأما نفسي الآية دي نقولها كلنا بصوت عالي مع بعض: وأما داود فعمل إيه؟ فتشدد بالرب
ممكن تبص لجنبك كده وتقول له اتشدد بالرب. يلا كده قول لجنبك اتشدد بالرب، اتشدد بالرب. بكلم كل اللي بيسمعونا على قناة الكرمة، الرب اتشدد بالرب. أيوة أنا في المشهد صعب، ومفروض الواحد أمام هذا المشهد يمكن يفشل ويحبط، لكن هنا داود عمل إيه؟ أما داود فتشدد بالرب إليه، وبدأوا يروحوا في رحلة استردادهم لكل الأمور. عدد 11 يقول فصادفوا رجلا مصريا في الحقل فأخذوه إلى داود وأعطوه خبزا فأكل، وسقوه ماء وأعطوه قرصا من التين وعنقودين من الزبيب فأكل، ورجعت روحه إليه لأنه لم يأكل خبزا ولا شرب ماء 3 أيام و3 ليالي. فقال له داود لمن أنت ومن أين أتيت؟ فقال أنا غلام مصري عبد لرجل عمليقي، وقد تركني سيدي لأني مرضت منذ 3 أيام، فأننا قد غزونا على جنوب الكريتيين وعلى مال يهوذا وعلى جنوبي كالب وأحرقنا سقلغ بالنار. فقال له داود هل تنزل بي إلى هؤلاء الغزاة؟ عايز أروح بسرعة لعدد 19. ولم يفقد لهم شيء، لا صغير ولا كبير ولا بنون ولا بنات ولا غنيمة ولا شيء من جميع ما أخذوا لهم. قولوا معايا الكلمة اللي جاية دي، بل رد داود الجميع وأخذ داود الغنم والبقر وساقها أمام تلك الماشية وقالوا، حلوة اللي جاية دي، هذه غنيمة داود. اتفضلوا ارتاحوا أماكنكم. حبائي في هذا المساء المبارك، إلهنا الرائع الحلو، أيوة يا حبايب، إله حقيقي يستحق إن احنا نقول له كده محلى العشرة وياك. يسوع رب السماء يبارك الحياة، قولوا معايا، والعيشة اللي جرب، بس اللي جرب واللي اختبر، عشان كده المرنم قال إيه؟ ذوقوا وإيه؟ وانظروا ما أطيب الرب. طيب الرب يا حبايب، طيب طيب ورائع للذين يعملوا ايه يا حبايب؟ بس يقترب منه، بس واحد يمد ايده يتذوق هذا الاله، يحط ايده في ايدين الاله الرائع ده. تعال جرب النهارده كده، والنهارده امام شخص مبارك جدا. كم من امور يعني اظهر الله مجده فيها في حياه هذا البطل داود يا حبايب، كم من انتصارات في حياته. وايضا يا حبايب لانه انسان تحت الالام مثلنا، لكن له ما عليه، له ما له وعليه ما عليه. يعني ايوه نشوفه في وادي البطن بخمس حجاره مسل، يعمل ايه جليات اللي 6 أزرع وشب، يقول له ايه اليوم، هتقولوا معايا اهو، ها اليوم يعمل ايه؟ يحبسك الرب فيه، يقول له انت تاتي الي، انت ايوه انت يا عم، ده ما ليه كام يوم بيعير شعب الله، يقول له انت تاتي الي بايه؟ ها بسيف وبرمح، اما انا فايه؟ انا عندي الاعظم، انا عندي الاعظم، انا عندي القدير العظيم اللي كان من شويه بيتكلم عنه اخويا المبارك، يقول اه ايوه ابص للمشكله كبير، جليات ملوش حل، مشكلتي ملهاش حل، لكن انا عندي اله يستطيع. قولوا معايا يا حبايب، ونفسي يكون عندك امل يا اللي بتشاهدني النهارده، نفسي كل اخواتي اللي حاضرين تطلع وقلبك مليان بالرجاء في هذا الاله، قلبك مليان بالثقه في هذا الاله. ايوه يا حبايب، لكن كتابنا الكتاب المقدس نفخر به، يرفع الراس. ليه الكتاب دوت عظيم يا حبايب؟ لانه ما كتبوش ناس على مزاجهم او على طريقتهم، كانوا ممكن لو كانوا بيكتبوه بشر وخلاص كان الموضوع مجرد ان هم كتبوا الأمور الكويسة في حياتهم، لكن جم عند الأمور اللي هم أخفقوا فيها يعملوا إيه؟ يقول لا 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 ما تكلمش على داود بالمنظر ده، لا ما تجيبش سيرة الغلطة بتاعت إبراهيم دي، لا 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 ما تجيبش سيرة غلطة شمشون دي. لكن كتابنا يا حبايب لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، ده مش كتاب بشر، لكن ده كتاب مين يا حبايب؟ كل الكتاب موحى به، يقول كده كتب أناس الله القديسون، إيه؟
قولوا يا حبايب، قولوا وامسك الكتاب دوت وقبله، اقعد قدامه. كتب أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، لم يلغي إرادتهم لكنه عمل إيه يا حبايب؟ تحكم فيهم من أنهم يخفقوا أو يخطئوا. إيه ده؟ أيوة سيطر عليهم لكن لم يلغي إرادتهم. لا، نشوف شخصية الكاتب في كل سفر، لكن تعالوا نشوف المشهد دوت. وكاتب سفر صميه كده بيكتب لينا عن أمجاد داود، عن عظمة هذا البطل الأشقر معه حلاوة العينين اللي اختار الرب من بين، جابه من بين الغنيمات الصغيرة دي، قال له تعالى انت اللي بتهتم وبتعتني بالحملان الصغيرة ديت، انت اللي يعني كنت امين في الشغلانة الصغيرة ديت، انا عندي ليك وظيفة تاني كبيرة. لو تعرف اللي بيعده الرب ليك يلي امين في الخفاء. يا بختك لو انت امين في الحته الصغيره اللي الرب اوجدك فيها. انا راجل موظف بس انا امين في شغلي، انا ام بس امينه في تربيه اولادي، انا ممكن ما اكونش بطلع على الدش زي الخدام، انا ممكن ما اكونش بينزل لي دعوات وبسافر بلدان وبمشي وبروح، لكن انا امين في الحته دي. يا سلام على السما لما شافت داود وهو بيضحي بنفسه عشان ينقذ الحمل من فم الاسد والدب. إيه اللي حصل؟ السماء قالت هو ده اللي ينفع، مش يضبط زي شاول يضبط شعبي، لكن المرة دي الرب هيختار واحد يعمل إيه؟ مش يضبط لكن يعمل إيه؟ يرعى. يا رب املك اجتماعاتنا بالرعاة. حد يقول أمين يا حبايب؟ احنا بنفتقر للخدمة دي الأيام دي، عندنا وعيزة كتير، عندنا مرنمين لا كتير، لكن أزمتنا الأيام دي في ناس تعمل إيه يا حبايب؟ قال له أتحبني؟ اعمل إيه؟ ارعى ارعى. مرة يقول له ارعى غنمي ومرة يقول له ارعى حملاني. إلا الخراف الصغيرة دي لسه مولود ده عايز إيه ده؟ عايز اعتناء، عايز كده، عايز قلوب. يقول كده معرفة اعرف حال غنمك واعمل ايه؟ واجعل قلبك على قطعانك. يا رب ادينا القلب دوت يا رب. يقول وجدت داود ابن يسى، حد يقول معايا؟ رجلا بحسب قلبي. يعني بحسب قلبي يرتاح له قلبي، واحدة من ضمن الترجمات، ربنا ارتاح له قلب، ربنا ارتاح له. يا سلام لو الرب بص على فينا، على حد فينا كده النهاردة كده وقال له نفسي قلبي ارتاح لك النهاردة، أشواق قلبي ارتاح لك. إيه اللي يريحك يا رب؟ أشوف واحد أمين في الخفاء يا حبايب. عندما تطفأ الأنوار وتغلق الأبواب الرب يشوف قلب بيخافه بيحترمه. ايوه هو في بيعمل مهمه صغيره، لكن في المهمه الصغيره دي السماء شافت ايه يا حبايب؟ وده كلام المسيح، ان كنت امينا هتقولوا معايا بنعمه الرب يسوع، ان كنت امين اعمل ايه؟ اقيمك على. انت عايز الكثير بدون ما تكون امين في القليل ليه؟ يا رب ساعدنا اعمل معروف يا رب. لكن بكل سرعه، لماذا الله إلهنا العظيم يذكر لنا أخطاء القديسين؟ ليه يا رب؟ ليه بتسمح إن كتابنا المقدس يذكر إخفاقات رجالك؟ ليه كده؟ واحد عشان يقول لنا إن دول كانوا بشر تحت الآلام مثلنا، كانوا زينا. طب وأمجادهم؟ لا ده مش هم، مش سوبر مان. هو بيعمل بالنبلة كده، ما كانش سوبر مان. أما كان فضل القوة لمين يا حبايب؟ المجد كله يرجع لمين؟ لشخص عظيم. يا داود في كل انتصاراتك مش لأنك جدع ومش لأنك وادي يعني كده يعني طلع منك حاجة، لا يا حبايب، لكن مين فضل القوة يرجع لمين يا حبايب؟ مين اللي لو اتحط بين ايدين الرب يصنع بيه أمور عظيمة؟ داود قال له أنا ليك، أنا بتاعك، أنا عايش لك، أنا عايش خدامك. يسمع كلام أخوه الآب، ما تخيلوا كده واحد يقول له أنت جاي عايز تهزر، عايز تتفرج على الحرب، يقول له أما هو كلام، أهو كلام، أهو كلام، أهو كلام. مالك يا داود؟ يقول لا قلبي متعلق بالرب، إهانة الرب كأنها إهانة ليا، يغير على مجد الرب يا حبايب. عشان كده الرب صنع بانتصارات عظيمة، لكن في انتصاراته ما لهش فضل. طب وفي إخفاقاته وأخطاؤه ليه إله كل نعمة اللي بيعرف يعمل إيه يا حبايب؟ يلا قولوا معايا يرد. يلا يا حبايب نقول مع بعض، يعمل إيه الرب يا حبايب؟ داود، يا داود
صمويل راح مسحك في بيت لحم وكب عليك مش قنينة لكن كب عليك ايه؟ ها؟ سكب عليك قرن من الدهن، قرن من الدهن. الدهن غطاك يا صمويل، الدهن غطاك، دهن صمويل غطاك يا داود. يقول من ساعة ما ادهنت بالزيت ومن ساعة ما اتسكب علي الزيت ومن ساعة ما الرب وعدني الوعد ده وبدأ شغله فيا عشان يتمم وعده ليا. ايه ده؟ ما هو مش هيتمم الوعد الا لما يشتغل فيا. ممكن تقول لجنبك كده، قول له كده، اعمل معروف، قول له بيشتغل فيك عشان يتمم وعده ليك. يلا قولها معاش، ها، بيشتغل فيك علشان يعمل ايه؟ يتمم وعده ليك. احنا عايزين الوعد لكن بدون ما ايه؟ ما نكون مؤهلين للوعد. يا حبيب يا داود، هل انت مؤهل؟ هل انت مؤهل ان تعتلي عرش اسرائيل؟ يقول الوعد خدته، اتمسحت خلاص، لكن لسه لم اخذ هذا الامر، لم يتحقق هذا الوعد. عمل ايه؟ بدأ شاول رحلة التشكيل، بدأ الله يستخدم شاول في تشكيل مين؟ داود، عشان يحقق الوعد. لكن جه في وقت اخونا داود في أصحاح في صمويل الأول أصحاح 27 يقول قال داود في قلبه، ممكن ياريت لو تقدروا تطلعونا الشهادة، قال داود في قلبه. إيه يا عم داود؟ نفسي أصلي صلوة لنفسي وأصلي صلوة لإخواتي المشاهدين وكل إخواتي الحاضرين. يا رب سيطر على حواراتنا الداخلية، يا رب تعالى في كل مرة بتكلم مع نفسي خليك انت محور الحديث. وقال في قلبي، محدش شايفه، محدش حاسس بيه، بس حوار داخلي. عشان كده يقول له يظلل رأسي في يوم القتال. ايه قتال الفكر؟ الحرب الفكرية. في واحد يقول لي في عندي اسئلة عمالة تروح وتيجي في دماغي، في واحد يظلل رأسي في يوم القتال، في حرب، في اشتباك في رأسي. عمل كده ليه؟ سمحت بالامر ده ليه؟ لسه ما استجبتش ليه؟ تعبان من القصة دي ليه؟ جرفت من شاول ليه؟ يا رب شوف لك حل في شاول. اسئلة كتير في رأس داود يا حبايب، لكن يظلل رأسي في يوم القتال. حد يرفع ايده يقول له ظل الرأس يا رب النهاردة، احميني من كل فكرة تاخدني منك، احميني من كل فكرة ضد محبتك وضد صلاحك يا رب. مستأسرين، يلا حبيب قولوا معايا، ها، مستأسرين كل فكر الى، يا رب كل فكرة ضد محبتك شيلها من ذهني. هنا بيقول له ايه؟ طب اسألكم السؤال، وانتم كم مرة الرب قال لداود انت هتملك؟ يا تعالوا كده نبص بصة كده في الشواهد ديت، تعالوا بصوا كده. واحد أول حاجة كلام صموئيل ليه في بيت لحم، لكن تاني مرة وهو بيتكلم مع يوناثان في أصحاح 23 وآية 17 وقال له لا تخف. مين اللي بيقول له كده؟ يوناثان. يوناثان مين ده؟ ده الوالي الشرعي للايه؟ للملك. ده الأمير اللي مفروض يمسك مكان أبو شاول. يقول له إيه؟ لا تخف لأن يد شاول أبي لا تجدك. حبيبي يا حبيبي يا أخويا، الخطة اللي انت رسمها غلط والمنطق اللي بتفكر بيه غلط. يعني إيه؟ يقول له خلاص لا تخف لأن يد شاول أبي لا تجدك. حط الكلمة اللي جاية دي تحتها خط. وأنت تملك، بيقول لمين؟ بيقول لداود، يوناثان ابن شاول بيقول له أنت تملك على يا رب كل وعد وعدت نبي. طمنا أنه قريبا جدا سيتحقق وعود الرب في حياتنا. حد يقول أمين كده يا حبايب؟ حد مليان بالإيمان تجهز الإله العظيم يا حبايب، الإله اللي كان مع داود وكان بيطمن داود بيطمنك النهاردة. جاي مكسور، جاي شاعر باليأس، جاي بتقول مفيش أمل. أيوة صدقوني، مشاكل كتير بسمعها الأيام ديت، مفيش أمل، بيبان مكفولة، أوضاع صعبة، بيوت خربانة، شباب مليانة إدمان ومليانة أمور صعبة. مين يحل الأوضاع ديت؟ أطمنك وأقول لك أنت تملك على إسرائيل. رب يوعدك النهاردة، ارفع ايدك قول للرب طمني يا رب في محضرك النهاردة، طمني على كل دايرة إبليس حط فيا يأس ليها في اسم الرب يسوع. لكن تعالوا نشوف كلام
طب بص اسمع بقى، مش كلام يونسان ده، كلام شاول نفسه. الأصحاح اللي بعديه أصحاح 24 وآية 20 ويقول الآن، والآن فإني علمت أنك تكون ملكا. إيه ده؟ مين اللي بيتكلم هنا؟ أنتوا معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ الكلام الأول من يونسان، الكلام الثاني يا عم أخليك تصدق إزاي؟ خليت الشخص اللي بيطردك اللي مطلع عينك بيقول لك بص كده يقول إيه؟ والآن فإني علمت أنك تكون ملكا وكمان وتثبت بيدك مملكة إسرائيل. يا رب شجعنا يا رب، يخلي الشخص اللي تعبك يشهد يقول للرب أيوة هو ده اللي جرفني، هو ده اللي مطلع عيني، هو ده اللي مطردني. طب يا رب هل المطاردة دي، هل التعب اللي فيه داود ده للمنفعة ولا التعب ده ايه يا رب؟ يقول صدقني التعب دوت لتشكيله من منفعته. طب مش عايز التعب ده، هتروح فين؟ هروح للخيش. لا لا لخيش ابن العموك. راح فين انت لخيش؟ اه لخيش. لما جيت ادور على كلمة لخيش لقيت معناها رعب ورهبة. يا اخي حد يسيب الرب، حد يسيب الصالح، حد يسيب الرحيم طويل الروح وكثير الرحمة، حد يسيب إله بكل السلام ده ويحط إيده في إيد رعب ورهبة. أيوة يا حبيبي. وكمان إيه لعموك ده؟ معناه يعني معوق، يعني مش بس مرعب لكن مرعب معوق. يا عم صدقني مش هيقدر يحللك مشاكلك لخيش. عمل إيه لخيش ده؟ بتاع العدو. لكن للأسف الشديد اتملى بالفكرة. ايه اللي حصل؟ اتملى بالفكره وقال اني ساهلك يوما بيد شاول. بص الكتاب يقول ايه في عدد في اصحاح 27 ايه 1، وقال داود في قلبي اني ساهلك يوما بيد شاول فلا شيء خير لي من ان افلت الى ارض الفلسطينيين. ايه رايكم؟ داود هنا دور على الانفع ولا الاريح؟ ردوا عليا يا حبايب، مرات بختار الأريح مش الأنفع. والنتيجة إيه يا حبايب؟ راح فين؟ راح للخيش رجل الله الأشقر مع حلاوة العينين داود. أيوة بتاع القصارة بتاع الترانيم، رجل الله إلا الله عزت بي أحلى الألحان. مالك رحت للنشاز ليه؟ مالك يا داود؟ اشتغل بلطجي، اشتغل قطع طرق. داود صاحب القلب الحنان، صاحب القلب اللطيف، اشتغل قطع طرق. ومش بس كده كذاب. يا ساتر يا ساتر، ايه ده يا رب ده؟ ليه كل ده؟ ليه بتعر كده؟ يقول ما انسان لولا امانة الله ولولا نعمة الله صدقوني عيوبنا كلها هتطلع والبلاوي اللي جوانا هتطلع. صدقوني اللي مجملنا نعمة الله. ارفع ايدك قول له احفظني من نفسي. تيجوا تقولوا معايا يا حباب احفظني من نفسي ومن قراراتي اللي تاخدني اوصل للمنظر ده. داود بس كده يقول له ايه؟ يقول له فقال عدد 10 في اصحاح 27، فقال لخيش اذن لما تغزو اليوم؟ انت رايح فين النهارده؟ يعني طلعت تغزو فين؟ هو كان راح يغزو العماليق، الموضوع الشعب اسمه شعب العماليق. يقول كده عدد 8 وصعد داود ورجاله وغزوا الجرشيين والجرزيين والعمالقه. طب ولما هو سالك رديت عليه قلت له ايه؟ قال له كده فقال له داود في عدد 10 بلى. يعني ايه؟ قال له بلى على جنوبي يهوذا وعلى جنوبي الرحميائيين. عايز تقول ايه؟ عايز يقول له انت رحت اليهوذا يا داود؟ لا بس عايز كده يعني استرد لخيش. ما انا عارف كل هم لخيش انه ايه؟ ها؟ انه يضرب اسرائيل وانا دين هكذب عليه واحتال عليه. انت مين انت؟ يقول انا داود بس لما بعدت عنه عكيت، لما خرجت من المقادس دحلتي. على المؤمن لما يتعرض، على المؤمن لما يترك المقادس وتنقطع شركته. ادي الوضع اهو، ادي الوضع اهو.
كاذب. ايه ده بتقول ايه؟ قال انا رحت اضرب، هقول له كده عشان خاطر ابان ان انا وادي يعني في صفه، انا رحت اضرب جنوب يهوذا. ليه يا حبيبي كده؟ ده مش وضعك ده يا داود. لكن للاسف الشديد ادي حال المؤمن يا حبايب لما يترك مكانه وتنقطع شركته واتصاله بالرب. حبايب استاذنكم بعد اذنكم، ارفع ايدك للسماء وقول له احفظني في علاقه وشركه معاك يا رب. لو انت مؤمن حقيقي خاف من البعد عن الرب. لو انت مؤمن حقيقي ارجوك خاف، هتعوق للدرجه اللي فيها هتوصل لاصحاحنا بتاع النهارده ده. ايه اللي حصل؟ راح في صقلغ، وصقلغ معناه سكب الماء. عملت ايه يا داود؟ كنت سكبت المي، فرطت في وعود الرب، خلاص ان مش همشي بحسب المكتوب، خلاص هقعد في ارض الفلسطينيين وارتاح من وش شاول. طب والخطه؟ طب والمواعيد؟ طب واللي ليك؟ طب واللي الرب وعدك بيه؟ خلاص تعبت، عايز ارتاح. ارتاح يا حبايب، ارتاح. طب تعال نشوف كده اللي حصل. ولما جاء داود ورجاله الى صقلغ في اليوم الثالث، ايه اللي حصل يا حبايب؟ انا عندي كلام كتير بس انا عايز بسرعه اجري. ايه ده في اليوم الثالث؟ طب واللي خلى داود رجع؟ لانهم رفضوا يخلوا داود يطلع معهم فين الحرب، كانوا رايحين يحاربوا يهوذا وداود فتح صدره راح فين يا داود؟ وكانه يقول الرب انقذني هعك، خد بالك اديني اتورط. ياما بسمعها من ناس كتير يقول لك يا اخي جون انا في وضع لازم اطيع الاوامر، ده ملك وانا شغال عنده، انا احافظ راسه، انا مسؤول، انا في وضع لازم اطيع. هنا مين اللي يتدخل يا حبايب؟ لا بد للسماء أن تتدخل. لما الأرض يطلع منها كده والمؤمن يعك على آخر الرب، إيه يا حبايب مالكم؟ القادر أن يحفظنا غير عسيرين. حد يقول أمين يا حبايب؟ ارفع إيدك أرجوك كده قول له احفظني من السقوط، احفظني من الزلل، احفظني من قرارات اللي تاخدني للوضع الصعب ده. إيه اللي حصل يا حبايب؟ صقلغ محروقة بالنار، بيت محروق بالطلال. ايه ده بتبكي على ايه يا داود؟ قال بيتي ولع نار ومراتات الاثنين زوجات. طب ما تاخد واحدة، ما تجوزتش. قال انا عايز ارتاح. قلت ارتاح مع مراتات الاثنين دول، لا شفت راحة ولا شفت هنا ولا اقول ايه يا بختك يا هنايا، وانا مطارد من مغارة لمغارة ومن جبل لجبل، بس في علاقة معاه وفي شركة معاه. اقول جعلت الرب امامي، ها قول يا داود جعلت الرب امامي في كل حين. قولوا معايا، لانه انا لاقيه جنبي معايا حتى وانا تعبان مطمن، حتى وانا متضايق مطمن، حتى وانا في شد وفي ضغط واثقال عليا بس مطمن لانه معايا. احرموني من اي حاجه بس ما تحرمونيش منه، خدوا مني كل شيء بس ما تحرمونيش من حضوره. اخويا بدا بترنيمه وهو بيقول كده انا طالب حضورك، ها تقولوا معايا ولذت، انا عايزك انت، انا عايزك انت، انا هدفي كله اعيش معاك انت. ايه اللي حصل يا حبايب؟ بيته اتحرق، نساء اتسبوا. ايه اللي حصل؟ تشوف مؤمن تلاقي مراته متاخده، مالك؟ اولاده ضاعوا. ايه اللي حصل؟ اصله في صقلغ يا عم، اصله خد قرار غلط، اصله قال في قلبه اني ساهلك يوما بيد شاول. كذب يا حبيبي، كذب. الرب اللي وعد عنده القدره انه يستجيب، بس مش هيستجيب الا هيستجيب في المعاد وفي التوقيت اللي بحسب حكمته هو. حد يقول امين؟ هو عنده حكمه صدق، وعنده عنده مواقيت في الوقت المناسب. يقول كده ان توانت ها فانتظرها فهي تاتي اتيانا ولا. طب تعال شوف المشهد الحلو ده. في الوضع الصعب ده قالوا برجمه الرجال اللي معاه، الابطال اللي معاه، كان نفسي اتكلم عنهم بس ما فيش وقت. الابطال 600 راجل نجاوى وجوههم زي الاسود، دول مطربين، دول ابطال يا عم. 600 راجل دول بكوا حتى ليس لهم قوه للبكاء. اخ مش بس بتجيب التعب لنفسك، لكن كمان بتجيب التعب لمين؟ ها
للي حواليك، للاجتماع اللي انت بتصلي فيه، للجمعيه اللي انت بتصلي فيها. ايه ده؟ انا لما ابقى في وضع غلط مش بس انا بتاثر، لكن كمان باثر في مين؟ في الجماعه اللي انا بعبد معاه. طب كمل يا اخ جون. وبعدين قالوا به، رافعين الحجاره على مين؟ على اللي قلنا هنتبعك في زمن رفضك، والناس كلها سابوك وكل الناس مش عايزينك. احنا 600 واحد اجتمع الى داوود، كل متضايق وكل مري النفس وكل من كان عليه دينا. وكان مين عليهم رئيس؟ كان البطل، كان البطل داوود يا حبايب. لكن بكل سرعة رفع حجارة، الشهادة ضعفت، الشهادة ضاعت. فين يا داوود؟ طب انت هتعمل ايه يا داوود مع بكائك الشديد دوت؟ رفع عينه زي ما كان بيرن معنا اخونا، رفع عينه. ترفع عينك لمين؟ قال هو عارف. انا عارفه كويس، انا عارفه، انا عارف قلبه، انا عارف طيبة قلبه، انا عارف حنيته، انا عارفه لما بس ارفع عيني. قال لأبي يسار قدم الأفود ليا فترة طويلة ما دخلتش محضره. اشتكت عليه، اشتكت على القعدة قدامه، اشتكت على الحديث معاه. تبص على المؤمن ناشف ليه؟ مش قاعد قدام الرب. تبص تلاقي المؤمنة كل فكرة في العالم، كل فكرة في أمور العالم. أول ما يقدم الأفود فسأل الرب. يا أخيرا رجعت لصوابك يا داود. فسأل الرب، ما انت متعود تسأل الرب يا داود. فسأل الرب هل إن لحقت بهم، ها هل يا رب تقف معايا، ها هل هنتصر؟ يقول له كده تنقذ وتدرك، هتلحقهم يا داود يلا. لكن هو ماشي حصل موقف كده احكي لكم عليه، في وادي اسمه وادي البصور. 600 ماشيين، 200 منهم اعيوا، تعبوا مش قادرين نكمل من كتر البكاء من كتر الحزن، اعيوا. قالوا خد ال 400 وروح انت، واحنا هنعمل ايه؟ هنقعد في وادي البصور. وهم ماشيين صادفوا رجلا مصريا. تخيلوا ناس مسلوبين بالطريقه دي وعندهم كميه الالم دي، ولاقوا واحد مرمي، المفروض يعملوا ايه؟ ردوا عليا، المفروض يعملوا ايه؟ تخيلوا كده، يقول لك بص بقى احنا ايه ده، احنا مليانين الم، مليانين تعب، وكل واحد موجوع على مراته وولاده والغنيمه والبقر والغنم. بص يا عمي اللي يترمي يترمي وسيبنا في حالنا. ما عملوش كده. اه يا حبايب، اه يا حبايب، ايه ده؟ قالوا لا احنا ما تعلمناش كده من محضر رب وسيد داود. في عز الازمه يهتموا بالنفوس الضيعه، في عز ضغوطهم النفسيه. ايه اللي شاغل بالك؟ شاغل بال النفوس اللي ضيعه، المطروحه من الادمان والنجاسه والعلاقات النجسه. مالك؟ يقولوا شافوه فاخذوه الى داود. يا رب نجيب النفوس ليك الايام الجايه، يا رب علمنا نجيب اولادنا لمحضرك، علمنا نجيب جيراننا لمحضرك، علمنا نجيب اخواتنا في الاجتماعات لمحضرك. الناس اللي حوالينا اللي انت بتشوفيهم وبتشوفهم حضرتك، يمكن بتقعد جنب حد في القطر، اقول الصدق في المسيح، مرات ابص كده ما تروح، يطلع يشرب السيجاره في بين العربيتين ويخش، ما فيش 3 دقايق وتلاقيه ايه ده؟ عبوديه. مالك يا اخويا؟ واحد تاني مسك الموبايل 24 ساعه، عبوديه للافلام. مالك يا اخويا؟ ما تروح. عايزين مين دولة؟ مش داود يا حبايب، اديكم شايفين حالة داود. لكن مين اللي ينفع معاهم يا حبايب؟ ها؟ واحد الكتاب يقول عنه، بصوا كده، تعالوا إلي، هاتوا هاتوا للمريح، هاتوا للمحرر. المحرر موجود النهاردة، يا رب يكون في حد موجود وسطينا النهاردة. تعالى تعالى اختبر حلاوة الرب يسوع، تعالى اختبر. يقولوا كده أخذوه إلى داود. وبعد كده عملوا معاه إيه يا حبايب؟ ادوله 4 حاجات هقولهم ونصلي. أعطوه إيه؟ خبزا. يا سلام، إيه ده؟ ده كان ريجو نشفان مع عماليق. أول لقاء مع داود، إيه اللي حصل يا حبايب؟ إيه ده؟ لا مع عماليق مرض، تركوا سيده، لكن مع داود يا حبايب اول لقاء من اول. طب استنى خليه يعترف، طب استنى خليه يتألم شويه، طب استنى انب ضميره شويه. لكن يقول الكتاب اعطوه خبزا، فايه يا رب شبعنا في ايام كتر فيها جوع. تبص على الناس
جعانة للحب. بص على الناس جعانة جعانة يا أخويا، مش بس للأكل والشرب صدقوني وده مقدور عليه، لكن ناس جعانة للمشاعر، جعانة للنجاسة، جعانة للأمور الصعبة. مالك يا أخويا؟ مين يملى العين يا حبايب؟ مين يملى العين؟ في واحد بس اللي يملى العين، قولوا معايا، النفس ال ها؟ تعمل ايه النفس الشبعانة دي؟ هتقولها هتقولها اخرقاتك يا ابليس وكل حيلك. يقول النفس الشبعانة تعمل ايه؟ تدوس العسل. وللنفس الجائعة ايه يا حبايب؟ كل مر. شرب المر ليه يا حبيبي؟ شرب المر ليه في امور العالم اللي عمرها ما هتشبعك؟ طب خش في اللي بعديها. طب الخبز واكل. طب يا عم خلص يا عم، عندنا شغل ونسائنا مش عارفين حصل لهم ايه واولادنا. لا، يقول له بس كل بس، وبعد ما تاكل اعمل ايه؟ سقوه ها ماء وكلوه، وبعد ما وكلوه عملوا ايه؟ بلوا ريجو. ايه ده يا حبايب ده؟ والرب مش بس يشبع، لكن كمان ايه يا حبايب؟ هو اللي على الصليب قال انا مروي العطاش قد عطش. ايوه على الصليب يا حبايب، هو الصخره اللي ضربت، وبعد ما ضربت عملت ايه يا حبايب؟ جرى منها جداول مياه يا حبايب. ضرب، ايوه ضرب من اجل ذنب شعبي، عشان يبل ريقك النشفان ده، عشان يرويكي ويملى عينك ويشبعك ويرويك. النهارده الرب بيقول لك انا ضربت. ايوه ضربت يا حبايب. يقول فسر الله بان يعمل ايه؟ يسحقه بالحزن. أيوة سحق، أيوة ضرب عشان خاطر أنا أعمل إيه يا حبايب؟ أيوة أخ آه، لو جربت المية التي ها قال السامرية كده، من يشرب من هذا الماء يعمل إيه؟ يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي ها أعطيه أنا فلن ها فلن يعطش إلى الأبد. طب أكل وكل وشرب وعمل إيه؟ وشرب. طب رقم ثلاثة دي ايه بقى؟ اه دي بتاعتنا. ايه ده؟ قرص من التين، والتين بيكلمنا عن السلام. ايه ده؟ يعني مش بس هيشبعك يا اخي. ايه ده؟ ايه ده؟ بعد كده نقول لك ايه تاني عشان تيجي للمسيح وتتمتع بيه؟ مع المسيح شبع، مع المسيح ري، لكن كمان الاحلى والاحلى، هو كله حلو سده، لكن الاحلى والاحلى يعمل ايه يا حبايب؟ يطمنك، يطمنك على النهاردة ويطمنك على بكرة. اسمع كلام الرسول يقول أنار لنا المسيح في كتابنا العظيم ده، أنار لنا الحياة وليه ما بعد الموت. مش قاعد مرعوب من الموت ومرعوب من بكرة يحصل ايه، يجي لي كانسر، ها مش عارف يحصل لي ورم ايه. لا 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 لا، مع قرص التين اللي تاخده من ايده، السلام اللي يغمر قلبك، سلاما اترك لكم. قولوا معايا يا حبايب ها، سلامي. يا رب يملك بالسلام النهاردة، يا رب يطمن قلبك على كل خوف جواك. هو معاه قرص تين لكل أخ فينا وأخت فينا. خد من اتناول من رب، خد منه، خد منه، خدي منه النهاردة. يطمنك على أولادك، يطمنك على ظروفك، يطمنك على شغلك، يطمنك على أمور، على التحاليل اللي انت في انتظارها. يا رب طمن القلوب يا رب. قرصا من التين، لكن يجي في الثانية دي يقول لا، المرة دي هديك حشتين من دي. ايه ده؟ عنقودين من الزبيب. يبقى يوكلك ويشربك وكمان يعمل ايه؟ ها رد علي، ها يطمنك، لكن يديك فرح مضاعف. ترفعش ايدك وتقول له فرحني في زمن بيوتنا اتملت حزن يا رب، بيوتنا اتملت حزن. احب اذكر لينا خادم للرب رحل الأسبوع اللي فات ده للسماء، اسمه خادم الرب الأخ وهبة. كان في شغله، مش متفرغ زي حالاتنا كده، أمين في شغله، وكان خادم للرب ممسوح. الساعة 10 الصبح راح شغله، اليوم اللي جاب ليها كان بيخدم الرب في أحد الكنائس. وبعد تاني يوم الساعة 10 الصبح اتصل بأحد الإخوة ليه في الكنيسة، ما اتصلش بأخوه الجسدي، لكن اتصل بمين؟ أحد الإخوة، ما دول أخواتنا دول. إيه؟ قال له قلبي وجعني أروح فين؟ قال له عنوان أقرب مستشفى. يا عين الأخ ما وصلش لحد المستشفى، وحياته وحياة البطل دي انتهت. آه يا حبايب، كم ينذرنا الرب إنذارات بأصوات عالية، كم ينذرنا الرب، كم
مرة نرى أتقياء يرحلون والرب يتكلم بصوت عالي لرجال ولنساء، خد بالك العمر بخار، اطمن في المسيح، اشبع في المسيح، ارتوي في المسيح، تعال اقبل إليه، تعال فاتح حضنه ليك وبينادي عليك. يا سلام، ورد، كان نفسي أكمل بس الوقت، ورد داود ها الجميع وسألوا سؤال، لمن أنت؟ احسن موقفك النهاردة. تاني حاجة بكل سرعة قال له من أين أتيت، يعني اعترف بقى، اعترف يا أخويا، اعترف بالواقع بتاعك. قال له أنا اللي حركت صقلغ، أنا اللي عملت، أنا اللي دمرت. قال له خلاص، هل تنزل بي؟ عندك استعداد للتوبة؟ عندك استعداد ترجع من طريق آخر؟ قال له احلف لي، اضمن لي. قال له ها؟ لا، داود يضمن، أنا داود ممكن يتغير، لكن مين اللي يقول له المرنم أنت ضامن ها بيطمني ها قريب مني؟ اشكرك لانك الهي، اشكرك يا رب، اشكرك لانك الهي. تعالوا نقف كلنا، هستاذنكم نقف، نقف قدام العظيم اللي بيشبع، اللي بيروي، اللي بيطمن، رب يسوع. يا حبايب رب وسطينا النهارده، نفسي وانت واقفه، نفسي كلنا نقف يا حبايب، حتى اخواتنا اللي بيشاهدونا، اخمض عينك اخويا، اخمض عينك وقول له يا اللي رديت نفسي داود، رد نفسي، رد نفسي. كفايه خسائر يا اخويا، كفاية خسائر في بعدك عن الرب، كل يوم خسارة. ليه يا أخويا؟ تعالى أقول له النهاردة يا رب هقدم الأفود، هقول لك أنت خلاص أنا طالب حضورك، أنا طالبك شخصيا. قبل ما أخونا مازن يجي عشان نرنم عدد ترنيم مع بعض، هستأذنكم كلنا نقف مع بعض، ارفع قلبك للرب. أنا صلاتي النهاردة أن الرب يلمس كل نفس موجودة هنا، ايوه كل نفس، كل نفس بتسمعنا وكل نفس حاضره الاجتماع. حبايب هستاذنكم تعالوا نرفع ايدينا لفوق كده، يلا يا حبايب، يلا كده هنصرخ للرب اللي بيسمع الصلاه. ما هو موجود، صدقني موجود، صدق في حضوره هيلمسك ويغيرك ويرد نفسك، يقدر يرد نفسك، عنده الامكانيه لانه شفيع عظيم في السماء، يتحملني في ضعفي. كان مين يقدر، كان مين يقدر يرد داود يا حبايب؟ أيوة السماء تدخلت، السماء تدخلت يا حبايب. يا رب، يا رب باسم الرب يسوع المسيح ردد يمينك على كل يد مرفوعة باسم الرب يسوع المسيح. بعلن حضورك يا رب، بعلن حضورك. إيه اللي ضاع منك الأيام اللي فاتت؟ إيه اللي خسرته في بعدك عن الرب؟ يقول كده في نبوة أرمية، بعدك عن الرب شر ومر. ليه؟ ليه راضي بالمر؟ ليه راضية بالتعب والمريح موجود؟ تعال أقول له رد نفسي من الضياع، رد نفسي. حبايب الرب بيكلم ناس موجودة هنا، وبيكلم إخوة أخوات بيشاهدونا في كل مكان في العالم، تعالى تعالى بيحبك، تعالى تعالى ترم في حضنه وقول له هبكي، بس مش هبكي مع الناس. رفع حجارة ما قدروش مشاعره، لكن هبكي قدامك يلي بتقدر بكاء المؤمن وتحفظ دموعه في زقك. يلا يلا ابكي لك، ابكي قدامه، توب قدامه. يا سيد الحبيب، يلا كلنا نقول مع بعض يا نور عمري. يا سلام يا رب يسوع، آتي إليك يا ربي، أشكرك يا رب، فانهدني. يلا كلنا نصلي مع بعض الكلمات دي، يا سيد الحبيب يا نور عمري، آتي إليك يا رب. آتي إليك يا رب يسوع، آتي إليك بكل ضعفي، اسمع صراخي واشفي نفسي، محتاج إليك يا رب. صلي معايا، صلي معايا، صلي معايا يا يسوع.
بكل ضعفي اسمع صراخي واشفي نفسي محتاج إليك يا ربي انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع. تعالوا نرفع واحنا بنصلي الكلمة دي مشتاق لمسة قوية مشتاق لعملك فيا محتاج للمسة قوية انهدني يا يسوع انهدني يا يسوع. مبارك اسمك مبارك اسمك. استأذنك غمض عينك وارفع قلبك للرب في آخر دقيقة في الاجتماع. ربي يناديك أحلى شخص. ده اللي بيتحملني مبارك اسمك. ده اللي صابر عليا. ده اللي عنده طول البال. أيوة يا رب صبرت على حبيبك. ما ده الأشقر مع حلاوة العينين. ما ده رجل الاختبارات. ده بتاع الترانيم. ده اللي كان بينشد لي أحلى ترانيم. مش هينسالك الرب كل أمر رائع أنت عملته. حبيبي أخويا أبويا أمي الفاضلة أخويا اللي بتشاهدني. تعال النهاردة للرب وترمي في حضنه. دعوة للاسترداد. إيه اللي فقدته الأيام اللي فاتت؟ إيه اللي ضاع منك؟ ضاعت أشواك زمان، ضاعت قعدة زمان، ضاع الأيام اللي كنت فيها بتقعد بالساعات قدام الرب. مالك نفسك مسدودة ليه؟ أصلك في ثقلة. تعال قول له ردني لمحضرك يا رب، ردني لحضنك، لف إيدك حواليا يا رب. لو فينا خاطي بعيد لسه لم يختبرك، تعال يسوع يناديك. أحلى خبر، وادي البشارة، أحلى بشارة ليك. تعال 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 استمتع بالرب النهاردة. آتي إليك يا يسوع أنت المريح. آتي إليك بجروحي عند الصليب، آتي إليك يا حسيوعي يا عز. آتي إليك بجروحي عند الصليب، آتي إليك أنا آتي إليك أنا آتي إليك وأنا لي من غير وانا ليا مين غيرك واروح لمين غيرك انا آتي إليك انا آتي إليك آتي إليك يا حبيبي يا عز يا عز عليك يا رب يسوع. آتي إليك يا حبيبي يا عز حبيبي. أشكرك يا رب. آتي إليك بذنوبي عند الصليب. عند الصليب. كلنا نصلي مع بعض. آتي إليك أنا. أنا آتي إليك وأنا لي من غيرك وأروح لمين؟ أروح لمين يا رب؟ وأنا لي
ليا بكل الصروف كل الظروف. ايوه يا رب. ان صرت حتى في الوادي لا يوجد خوف اشكرك يا رب. اتي اليك يا رعية رعية بكل الظروف اشكرك يا رب يسوع. حتى في الوادي لا يوجد. يلا نقول مع بعض. آتي إلي. أنا آتي يا رب. أنا آتي إليك. أنا آتي إليك. وأنا ليا مين؟ وأنا ليا مين غيرك؟ وأروح يسوع. وانا ليا مين غيرك يسوع؟ واروح لمين غيرك؟ انا اتي اليك. انا اتي اليك. حبايبي استاذنكم نقف كلنا مع بعض، واخواتي اللي بيشاهدونا هنصلي مع بعض. واستاذنكم عايز احط قدامكم امر معين. شاول لجأ للتابع للجان، لجأ للعرافة، لكن داود سأل الرب. سهل جدا تقول ابليس ممكن يحل المشكلة بالطريقة دي. مرات ابليس يوهمك لانه هيبة، زي ما قلنا لخيش معناه هيبة بس معوق ضعيف ما يقدرش. لكن رب النهاردة بيقول لك حط املك فيا، حط ثقة. نرفع ايدينا الاثنين لفوق يا حباب كده. تعالوا كل الجمعية وكل اخواتي اللي بيشاهدونا ارفع ايدك الاثنين وقول للرب كده عشمان فيك تتمجد في حياتي يا رب، عشمان فيك اروح النهاردة باستجابة للامر اللي تعبني، عشمان فيك يا رب النهاردة انك تشدد كل مؤمن ضعيف في القاعة دي. اما داود فتشدد، شدد يا رب، شدد الركب المرتخية، شدد الأيادي المرتخية يا رب. تعال بعمل الروح القدس في اسم الرب يسوع المسيح. في أخويا مازن في ترنيمة بتقول أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. حد عايز لمسة الرب النهاردة بالروح القدس كده؟ أخويا صدقني أقول الصدق في المسيح، في ناس اختبرت لمسة الروح. ارفع إيدك يا حبايب، ده مش كلام وخلاص ولا بنجد وقت وخلاص. أكتر وقت الرب فيه عايز يسمع منك الكلمة دي. أنا جاي ضعيف شددني، أنا جاي ضعيف قويني، وقفني على رجلي من تاني اسم الرب يسوع. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. يلا كلنا نقول مع بعض. أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. أنا محتاج يا رب. أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. أنا لما هاجي وأشوفك وأشوف اسمي على كفوفك بتفك الأسر وحقك بيحررني. يلا نصلي يلا نصلي. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. حتى عايز لمسة الرب. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر قلبي بحنانك وشفيني. أنا جاي ضعيف يا رب. أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطب رقني وشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك، اغمر يا رب، اغمر قلبي بحنانك ورويني. مبارك اسمك يا رب يسوع. لمسة من هد بثوبك بتشفيني. كلمة يا رب. كلمة من فم جلالك بتحييني. ايوه يا رب. لمسة من هد بثوبك بتشفيني.
ساعدني يا رب. كلمة من فم جلالك قول كلمة يا رب. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. وانا لما هاجي واشوفك واشوف اسمي على كفوفك بتفك الاسر وحقك بيحررني. انا جاي ضعيف انا جاي ضعيف قويني. انا جاي حزين عزيني. انا جاي لك خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك وارويني. انا جاي ضعيف قويني. انا جاي حزين عزيني. انا جاي خاطب رقني واشفيني. المسني بسلطانك وريني مجد جلالك اغمر قلبي بحنانك وارويني. هللويا هللويا. انا حابك ان نتابع بس نقول ترنيمه نختم فيها فرصه التسبيح. بتقول انت تهتم بي انت تقودني وانت ترعاني. انا بصراحه امبارح اول مره بقول هاي الترنيمه لكن لمست قلبي. تعرف إذا محتاجين في هاي الأيام شيء إنه ندرك اللي قاله أخونا الحبيب. هو المهتم بالأمور وهو بإيده كل شيء وهو مسير الأمور بحسب مشيئته الصالحة. ما علينا إلا نلتصق فيه. كم واحد بقول له أشكرك لأنك أنت مهتم فيه يا يسوع. تيجي نوقف مع بعض ونقول أنت تهتم بي أنت تقودني وأنت ترعاني. إذا عندك إياها على الفايل الثاني حطها عشان ما يكونش الإنجليزي حبيبي. تهتم بي أنت تقودني وأنت ترعاني. ها قلبي في يدي وعيني علي يا من لا تنساني. أنت تهتم بي أنت تقودني وأنت ترعاني. ها قلبي في يدي وعيني علي يا من لا تنساني. أسبحك بقلب اشتهى دايما حضورك وأعبدك ربي المنتهى بالفضل مجدودا. أسبحك بقلب اشتهى دوما حضورك وأعبدك ربي المنتهى بالفضل مجدودا. يا من أحييتني سفينتي أثق بك إيمان. يا من أحيا من أحيا به أوجد لي شخصه ولقصده أتاني. سلمت دفاتي فاخذ سفينتي أثق بك إيمان. قول يا شعب الرب أسبحك بقلبي اشتهى دوما حضورك وأعبدك ربي المنتهى بالفضل مجدودا. أذني ثقبتها والآن لحبك فشخصك سباني. حبك أسكارني عطفك غمرني ودامك فداني. أذني ثقبتها ولعن بحبك فشخصك سباني. حبك أسكارني عطفك غمرني
ودمك فداني. أسبح أسبحك بقلب اشتهى دوما حضورك، وأعبدك ربي للمنتهى بالباطنة. وأسبح يسوع أطيعك سيدي بكل ما لدي، فاسمك ضماني فحياتي كلها أنت تتويها وأنت سلطاني. أطيعك سيدي بكل ما لدي، واسمك ضماني حياتي كلها.